اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم حلقه الابطال، وهي اسم على مسمى، وزي ما وعدناكم النهارده ابطالنا ابطال ذهب وابطال يعني من تراث فريد. وزي ما قلنا ان اللاعبه او السيده او المراه المصريه ليها دور كبير جدا في الرياضه زي ما الحال او كما الحال في كل المجالات. النهارده بنعرفكم على بطله شفنا صورها في البحر الابيض المتوسط، خدت فضيه الوثب الطويل كاول لاعبه مصريه تحصل على ميداليه في هذه المنافسات. والجميل ان هي يعني ما شاء الله لسه قدامها، يعني تقدر تجيب ميداليات اكتر واكتر لمصر. في البدايه بحب ارحب باسراء قويس صاحبه فضيه الوثب الطويل في بطوله البحر الابيض المتوسط. اهلا بيكي يا اسراء. اهلا بحضرتك، منورانا. من ده نورك، والف الف مليون مبروك. الله يبارك فيك، متشكره. يمكن كنا بنتكلم في الفاصل قبل الهوا، وكنا بنقول ان الميداليه دي ليها معزه كبيره عندك. ان دي اول بطوله في البحر، اول مشاركه ليك في البحر الابيض، واول ميداليه مصريه للسيدات في هذه المنافسات. كلميني عن الميداليه وفرحتك بيها. الميداليه الصراحه انا ما كنتش متوقعه ان انا اجيب ميداليه هناك فعلا خالص. اول هام انا راجعه من ماتش افريقيا، عندي اصابه في ركبتي وما كانش في الوقت الكافي ان انا اقدر اهيئ نفسي للمشاركه في البحر المتوسط. ثاني هام بطوله البحر المتوسط فيها عمالقه الوزن، اوروبا وما ادراك ما اوروبا، دول مشاركه وعندهم وثبات كتير. يعني مش واحده مثلا من كل دوله، لا كتير. كل دوله فيها 2 3 دي اقل حاجه. وكلنا يعني كلهم مستوى متقارب، وكلنا المشاركين مستوانا متقارب. لا بالعكس، ده احنا كان معانا كمان ابطال عالم، وكانت ارقام بجد انا شفتها ذات نفسي استغربت، يعني اللي هو ايه الارقام الحلوه قوي دي. طب قولي لي يعني شعورك ايه؟ يعني انت بتقولي انا ما كنتش متوقع، انا رايحه اشارك وخلاص. بس على فكره اللي بيروح مش متوقع بيشيل من عليه الضغط. اصل على فكره انا سمعتها كتير، انا ما كنتش متوقع. فحاولت اربط ان انت بتبقى رايح متحرر من الضغوط، فبتطلع احسن حاجه عندك. هما فعلا كانوا بيتكلموا معايا قبل ما اسافر مش في ميداليه، يعني كانوا بيتكلموا معايا ان انا اجيب رقم كويس، رقم يكون قريب او رقم جديد لمصر. نعم. اما محدش كان بيتكلم معايا او كان طالب مني ميداليه بسبب ان المنافسه الوثب في البحر المتوسط قويه جدا. فقبل الماتش بتاعي اللجنه الاولمبيه تواصلت معايا، انت بطله كبيره واحنا عايزين منك رقم كويس، يعني بمعنى صح ما تحمليش نفسك فوق طاقتك ان انت تبقي نازله شاده جدا بحيث انت عايزه ميداليه، لا اعملي رقم كويس، انت لسه صغيره ولسه دي اول مشاركه ليكي. فهم حمسوني يعني. فانا بدون اي ضغوط. لا ما كانش فيه ضغوط الحمد لله، وده اللي خلاك تجيبي رقم كويس. اول ما نزلت انا ما حبيتش ان انا ابص على الستارت ليست قبل الماتش. ما رضيتش خالص، لان دي كانت اول مشاركه، فانا مش متوقعه الارقام قريبه ولا بعيده، فما حبيتش اوتر نفسي. محاولتي وخلاص. والستارت ليست بينزل قبل الماتش بيوم، فانا عمري ما احط نفسي في الموقف ده. ما بصيتش عليه. المدرب بص عليه بس ما نقليش ولا انت سالتيه ولا اي حاجه. برافو عليكي. بس اللي حصل ما كانش متوقع ان انا انزل الماتش، ويوم الماتش وهم لسه بيقدموا اللعيبه راح الستارت ليست نازل على الشاشه. طبعا كفضول اي لاعب او فضول اي لاعيبه خلاص كل اللي انا كنت ما احبطتيش ما احبطتش، ممكن تكون الرهبه زادت جوايا شويه، اللي هو انا كنت داخله الموضوع ما كنتش متوقعه كده. ارقام كانت ما شاء الله يعني. بس لما بدات الماتش قلت خلاص انا هنا، فاكيد انا عملت اللي وصلني لهنا، فاكمل مش هاجي هنا واخاف بقى. خلاص انا سعيد جدا بكلامك. متشكره والله جدا. يعني انت بتديني طاقه ايجابيه، يعني بتقولي كلام فاهم دراس. بس خليني اقول لك ان انت برافو عليكي. الحمد لله انت قويه، يعني ان انت تتحرري من الضغوط وتحطي نفسك بتارجت مش بعيد. يعني ما تحطش نفسك، يعني انت 100% لو قلت لك خدي ميداليه لا انت كنت تطلعي العاشر. انما انت حطيتي تارجت اجيب رقم كويس. زي واحد بيقول له لعيب في الملعب العب كويس مالكش دعوه بالنتيجه. فعلا نازله بنافس نفسي، ما اعرفش بقى المستوى هيبقى معايا طيب. متقارب ولا سؤال تاني، انت الفرق بينك وبين اللي قبليكي في الذهب هي جايبه 6.69 بلغوني دلوقتي، وانت جايبه 6.54، فرق بتاع 13 سنتي. تمام. ده زعلك ولا فرحك؟ لا ما زعلنيش، لان انا كنت اسال حضرتك ان انا مش متوقعه اصلا ان يبقى في ميداليه، وكمان انا عامله رقم قريب اقل من رقم مصر ب2 سنتي، فاللي هو انا ما كنتش بعيده. نعم. واللي فرحني اكتر واكتر ان البرونز برضه 54. ده نفس رقم. لا البرونز 54. طب ايه اللي فصل ما بينكم؟ احسن تالي محاوله. انا عامله 40، هي عامله 39 سنتي. ربنا رضاني، فاكيد عمري ما هزعل على الذهب خالص. ربنا رضاكي بجد، يعني البرونز للفضه
ربنا رضاكي. فرق سنتي. طيب انت رقمك العادي هو ده اللي بتعمليه في مصر؟ رقمي في مصر رقمي اللي هو محتسب يعني 6.56، ده كان رقم مصري اللي عاملاه قبل ما اسافر في شهر رمضان اللي فات. ممتاز. كان في ملتقى تحدي. تمام. اما كان عندي 6.68 بس ما اتحسبش بسبب سرعه الرياح، كانت فرق حاجات بسيطه جدا يعني.